خلاص واحدة. ده خطير، ده عامل زي شبه حاجة. صباح الخير، لقيت منتج جديد نازل، تعالوا نجربه مع بعض. المفروض ان هو صحي لان هو عبارة عن فاكهة مجففة والمكونات بتاعته ما فيهاش غير فاكهة بس. حلو، انا جبت 3 نكهات. اول واحدة تقريبا دي تفاح، مش مرسوم عليها تفاح، مش مكتوب عليها، بس مرسوم عليها تفاح. تفاح مجفف. ريحتها تفاح، ده شكلها، هي تفاح حرفيا، تفاح، قطع تفاح. والكيس الواحد 15 جرام، في حوالي 53 سعر حراري للناس اللي عاملة دايت. هو يعني هي حرفيا هي مكتوب ان هي freeze dried fruit crisps، يعني المفروض ان هي مجففة على البارد تقريبا. ايه ده؟ دي عاملة زي الشيبسي. مش عارفة ايه اللي عليها ده. بس هي حلوة جدا. نجرب الفراولة برضه، ريحتها فراولة. اخر نكهة معايا العنب. ده اللي شكله غريب شوية، شكله خلاص واحدة. ده خطير، ده عامل زي شبه حاجة، طعمه شبه حاجة بس مش فاكرة هي ايه. متنسوش تعملوا فولو على اليوتيوب عشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة، وقولي تحب نجربها.